سير معانا للفوق تاخو كادو، قلبي وراجل عمري مرخ بار ديفو، فاختيج والفوق الجو بارد، تشوف نجوم تشوف المارد، في خالق ربي مخي شارد، فاختيج ديما بقلبي واقف وحاضر، فاختيج الحومة في الفضا قالوا فاختيج، جيت نلعب حصلت آيا وخياني، آيا وخياني، آيا فاختيج. صحة شريبتكم ومرحبا بكم في فيرتيج. ضيفنا اليوم هو امبراطور الشغب مصطفى الدلاجي، استدعيناه على اساس برنامج تلفزي جديد العبد الرازق الشابي اسمه الزعيم، ويتم تصويره في جبل زغوان على ارتفاع 1200 متر. وكالعاده الضيوف متاعنا فيوز في اي بي امنت وصولهم في احسن الظروف، وطبعا البرنامج الوحدي كان مجرد حيله لاستدراج ضيوفنا. دلاجينو مرحبا، اهلا وسهلا دلاجين، مرحبا بك. عايش خمسه ديما تتبع. ها ويني خويا ديما تتبع. عجبك الجو ملا زغوان؟ اسمع، خرجنا من استوديو ديمونج الحقيقه ماذا بك نقعد هنا. انا ننمن بالسياحه البحريه والصحراويه والجبليه اللي كنكملوها. اي هذه اش تتسمى؟ جبليه. هذه جبليه، هذه فانتازيا اخرى. حلوه زغوان، حلوه زغوان، تونس كلها حلوه. شويه الطريق بركه كي نبداو جايين ان شاء الله يصلحوا كيما قربص وكيما زغوان ناقصنا كيس. اما تهويها كي تشموا تبرحها نفسيا. لكن في الاثناء ومع تواصل الحوار الوهمي، الفريق التقني ومجموعه أفونتور زهوان قاعدين يعدوا في العده لاستقبال ضيفنا في اطول تيروليان في تونس. الدلاجي نقول اكثر من 35 سنه فن، اكثر من 700 غنايه، اكثر من 500 سكسي. انا سؤالي خلي الناس تعرف مصطفى الدلاجي ان هما الاغاني السكسي نتاعك كمان. عمل لي جوله هكا باش تسمع. هما 34 سنه دخلت فيهم 12 جانفي اللي فات. الانتاج مع شركات الانتاج كانوا تقريبا اكثر من 20 فيلم اللي سكروا حل، اكثر من 3500 اغنيه، 3700. لي سكسي فما المحفوظين فما اللي اعطيني المحفوظين. اما اكثر وحده معناتها عملت في البوز وخطت بالقديم معناتها اللي دخلت. اعطينا نتاع فاطمه بوساحه. فما الربه، فما الربه ما صابني الشباك في حانوتك، ما وين يبيعوا فيك كي تسيح الصناعه نسمع صوتك حلو. فما يصلح رايك، وين يبيعوا فيك، وين يبيعوا فيك بتاعك، وين يبيعوا فيك. ترى كيفاش تقول هي وين يبيعوا فيك؟ وين يبيعوا فيك نشري جهار بهار، ندفع لك بالشيك ولا بالدولار. ولكن فما فقرة التحدي باش نمشيو لها مباشرة. وأنا نعرف الدلاجي باش يكتشفوك في أشياء جديدة. اللي نعرفه يموت على التحدي. يموت على التحدي. الدنيا تحدي هي. يلا إلى فقرة التحدي. أوكي يلا. وصلنا إلى نقطة التحدي. ايش بينا ايش بينا باش تسمعوا السياحه قبوب توا. اسكت علي ليش انا كل تعبير تعرف شويه كنت ملزم تمشي. ايوه دلاجين قبل التحدي. ايا شد روحك. 3 2 1 0. لكن الفريق التقني محضر له مفاجاه. تيروليان تقف به في وسط الثنية وعلى ارتفاع 160 متر. يا دلاجي شبيك وقفت؟ يا ودي ما وقفتش انا مالك؟ ليه يا دلاجي السقيك؟ عليك ايه عليك؟ لا امان ارجوك لا مشي ربي يجيبني غادي ولا زعما يتواصل صمود ضيفنا. هذا اللي باش نكتشفوه بعد الفاصل.